要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用。国家主席习近平5月28日签署了第45号主席令，中华人民共和国民法典已由第13届全国人民代表大会第3次会议于2020年5月28日通过，现已公布。القانون المدني باعتباره بيانا لحقوق المدنيين وأنه يستجيب لتطلعات الجماهير في حكم شؤون الدولة وفقا للقانون ويوفر ضمانا مهما لحماية حياة الشعب السعيدة. الحكومة ركن رئيسي في وضع القانون وتنفيذه. منذ المؤتمر الوطني 18 تتمسك البلاد بالدفع المشترك لحكم الدولة وإدارة شؤونها وفقا للقانون وبناء دولة وحكومة ومجتمع، كل ذلك بالقانون. القضاء العادل هو آخر خط دفاعي لحماية الإنصاف والعدالة الاجتماعيين. يتطلب نظام المسؤولية القضائية ممن يعالج القضايا يكون متمسكا بجدية العمل ومسؤولا عن القضايا طوال الحياة. حدد هذا النظام مبدأ أساسيا لإصلاح النظام القضائي. لقد حولت المحاكم نظام الاعتماد لرفع الدعوى إلى نظام التسجيل لرفع الدعوى لحماية حقوق رافع الدعوى للشعب، وأصبح هذا النظام الإله الحارس لرفاهية الشعب. من أجل منع وجود سلطة فوق القانون وأقوال فوق القانون والسعي وراء الربح وممارسة المحسوبية، أصدر ديوان اللجنة المركزية وديوان مجلس الدولة 3 لوائح على التوالي لحد سلطة القادة والكوادر والموظفين في الأجهزة القضائية من التدخل في القضايا، مما يمنع قضايا تتعلق بالمال والعلاقات والمحسوبية من مصدرها. حكم الدولة وفقا للقانون هو المنهج الأساسي للحزب الشيوعي الصيني لقيادة الشعب وحوكمة البلاد، وقيادة الحزب ضمان وروح حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية. في نوفمبر من عام 2020 عقدت اللجنة المركزية الحزبية مؤتمرا حول حكم القانون الشامل. أكد هذا المؤتمر أن فكرة شي جين بينغ لحكم القانون مبدأ توجيهي لحكم القانون الشامل. في مسيرة حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، اكتشف أعضاء الحزب الشيوعي الصيني من جيل إلى جيل بكفاحهم المستمر الطريق السليم المتمثل في حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، الأمر الذي سيقود البلاد إلى الاستقرار الطويل الأمد وسيقود الشعب إلى مستقبل أجمل.